في وقت بسيط جدا احنا بنقول في الماي في الاس كيو ال كاس كيو ال. الكلام ده بينفع على فكره الامر ده كده زي ما هو بيتكتب معانا في الاوراكل داتا بيز، بيتكتب معانا في البوست جري، بيتكتب معانا كله واحد كاس كيو ال. هنا ده بنسميه الاوبريتور او كومباريزون اوبريتور، الاي دي بتساوي كذا. في عندنا بقى في الداتا بيز المفروض تتعلم بقى انت في الاس كيو ال بقى، لو انت عايز تسرح في الاس كيو ال هتلاقي بقى تعرف بقى في بتوين، في لايك like، في مش عارف، في حاجات كتير جدا، اكبر من اصغر من اكبر من يساوي اصغر من يساوي لا يساوي يساوي، وحاجات بقى ايه اني وقول ومش يعني، في حاجات كتير جدا ممكن تلعب بيها في البيانات واسترجاع البيانات. انا بس هجرب مثال بسيط، لو احنا عايزين نبقى نعمل بحث بالاسم او جزء من الاسم او جزء من الاسم تمام، ليها كده حركه بسيطه جدا مع الاس كيو ال خلاص. انا عملت سيف از، هو نفس المثال وكل حاجه، بس انا هشتغل على النيم تمام. سيف از كروم بي وير، ليه؟ ان النيم مش هقول بيساوي كذا، لان لو قلت بيساوي كذا معناها لازم يكون الاسم اللي انت بتبحث عنه انت كاتبه زي ما هو بالظبط. يعني ايه؟ اولا انا هقول له هنا انتر الامبلوي نيم، وهنا هاخد النيم، ولما اجي على اقول له جيت هقول له جبت لي الايه؟ النيم صح؟ هي هنا مش شغال حاجة بس هو ده الواضح. شغال حاجة بس هو ده الايه؟ ده الواضح. خلاص كده؟ طيب. لو أنا بس عملت بالنيم عادي، غيرت بس الأي دي خليتها نيم، ما عادش أي حاجة خالص. فجيت قلت له محمد كده، ده اسم الناس، قال لي مفيش موظف اسمه محمد. ماشي؟ مع إني لما كنت هنا اهو في الاكزامبل اللي كنت ببحث فيه بالاي دي ما قلت الاربع هايد، كان عندي موظف اسمه محمد حسن، قال لي اه ما انت تكتب عشان تقدر تبحث لازم تجيب محمد حسن على بعضها، وزي ما هي مكتوبه الكابيتال كابيتال والسمول سمول وكل حاجه. طبعا طبعا ده مش بني ادميني، ده كمبيوتر يعني، مش بني ادميني ده كمان مش هيومن خالص يعني، مش هيومن سيرش يعني. فانا لو جيت قلت محمد حسن زي ما كاتبها كده حتى ما جاش. طيب وير ان النيم ايكوال كذا، بص انا بعت الاي دي، شايفين الغباوه؟ انا اصلا جيت الام بي اي دي نيم، وير ان سيلكت مش عارف ايه مش عارف ايه، وير ان النيم ابعت النيم، النيم اللي هو البارم بتاعي صح؟ دي الغلطه موجوده عندك الكود. تعالى تاني، قلنا لما بحثنا محمد ما بيجيبش، قلت له طيب لما بحثنا محمد حسن طيب، يعني احنا دلوقتي لما بندخل الاسم كاملا هندخل الاسم كاملا ما كانش بيجيب معانا نتيجه. مش بيجيب معانا نتيجه. طبعا انا يعني على طول مخي هينصرف ان احنا ممكن نكون في غلطه عندنا في الكويري، لان طالما الداتا بيز ما ردتش عليا بنتيجه سليمه يبقى ممكن يكون الكويري ذات نفسه او السلام ذات نفسه مش مظبوط صح. وبالتالي اول حاجه هجربها ان انا هعمل برنت للكويري عشان يطبع قدام عينيا واشوفه هو فعلا يعني ستاندرد صح ولا في اي مشكله. فجيت قلت قايل محمد حسن كده، قال لي لا غلط، بس انا بصيت على الجمله سيلكت استرسك فروم انجلي وير ان النيم بتساوي تاك تاك تاك، لا غلط يعني جمله كما قال الكتاب خلاص. فاتاكد ان انا فاتح الاباتشي خلاص وافتح ادمن عشان اشوف الداتا بيز جوه بقى. طب ايه المشكله؟ انا لازم امشي ورا المشكله خلاص. فروح قال لي البيانات بتاعتنا حلو جدا، ادي الداتا بيز بتاعتنا اهي ماشي، الداتا بيز بتاعتنا ادي البيانات، البيانات مظبوطه، محمد حسن مظبوط زي ما احنا كاتبين. طب خش على السكيل، انا اخدت الكابي طبعا من الطباعه اللي كانت جت، بس انا ما اعرفش ليه السيرفر عندي شويه معلق. ريفريش سيشن مالها؟ طيب ستوب كده ورن ناو جديد.
ده حصل. ماشي في حاجة عنده في السيرفر. ماشي يعني شوف كده في ايه اللي حصل اللي مزعله. بس هو حلف ان هو مش هيشتغل معانا. ماشي طبعا احنا ممكن نشتغل ازاي. اخش كده على جوه المكان اللي نازل فيه اكزام، ادي ماي اس كيو جوه بن، مفترض ان هنا في ماي اس كيو اهي، دي المفروض تقوم اعملها زي اقوم زي باجي كده اقوم اعمل فتح باور شيل خلاص على الدي على الورك بي اتش بي ورك ماي سيكوال بن او في المكان اللي انت مسطب فيه، واكتب ماي اس كيو ال داش يو اليوزر. يعني طبعا انتوا مش شايفين حاجه صح؟ انا عارف ان محدش شايف حاجه لان اصلا ذات نفسي انا مش شايف. واضح جدا والله. انا هفتح بس ايه الكوماند برومت، انا مكبر الخط هنا ومظبط شغل بقى اللي هي العمي هنا مظبطه. فنعمل بس دي تشينج دايركت على الباس ده، على الباس ده يعني قلت له غير نفسه بدل ما على السي يوزرز عادل، لا تشينج دايركتري انا غير الفولدر خليه دي عادل ورك بي اتش بي ورك ماي سيكوال بن، ده الباس الصح. اه شفته ما عبرنيش عشان ده على الدي. اه الاول دي نقطتين خلاص نقل، دي نقطتين نقل تمام كده انا في المسار صح، المسار انا عايزه صح. فانا بكتب ايه، بقول ماي اس كيو ال داش يو اللي هي اليوزر روت وداش تي اللي هي الباسورد، بكتب الباسورد لو في باسورد، احنا ما عندناش باسورد صح؟ انتر باسورد ما تكتبش حاجه او تكتب الباسورد ودوس انتر. قال لي تمام، قال لي ويلكم اهو ويلكم تو ماريا دي بي مونيتور مش عارف ايه سيرفر مش عارف ايه كان رايت ايه اوريكل ماريا دي بي. طبعا الانجن بتاعنا ماريا دي بي اللي هو ماي سيكوال وهنا جاهز اهو. قلت له ماشي انا عايز ايوز داتا بيز اسمها ايه؟ طبعا هنا اضطر استخدم الاوامر لان السيرفر عندي علق معرفش ليه. باي دي بي اقول له باي دي بي، قال لي خلاص داتا بيز اتشينجد يعني دلوقتي جوه الداتا بيز دي. قلت له ماشي سيلكت از ديسك فروم امبلي، هات لي كل الداتا اللي عندك في الامبلي دي عشان ده الامر بتاعنا، وريني كل البيانات. ادي التيبل اهو الاي دي كذا كذا والنيم وادي البروجوب والسير. حد لاحظ حاجه في سبيس مباشره هنا وهي دي اللي عامله الازمه في البيانات بتاعتنا، ولذلك محمد حسن ما تلاقيهاش. هو اسمه سبيس محمد حسن، هو ده اللي موجود. يعني لو انا رجعت كده زي ما انا على نفس الكود بتاعي مش هطبع بقى الكويري ده خلاص انا مش عايزه، هرن زي ما انا مش هغير حاجه في الكود بس هعمل سبيس ومحمد حسن وادوس انتر جاب لي الداتا. قال لي محمد حسن بروجكت مانجر كذا كذا كذا، جاب لي البيانات وكل حاجه تمام لمجرد بس ان انا كان عندي مشكله في السبيس. لو جيت بحثت هنا عبد القادر هنا ما فيش تقريبا سبيس، فلو انا جيت رنيت من غير سبيس خالص كتبت عبد الجادر كده لقيته جاب لي البيانات على طول مباشره بدون اي ايه بدون اي مشكله. طيب لو انا بقى الحته اللي عايزين نتكلم فيها انا مش عايز ابقى اقول اي دي او ممكن اقول السالري ممكن اقول لا انا عايز ابحث بحاجه اسمها لايك. لايك معناها يشبه تمام، ودي مشهوره جدا في البحث في الداتابيز والكلام ده. شبه اللي انا هقول عليه ده مش هو بعينه. يعني لو انا دلوقتي كتبت هنا عبد الجادر مثلا، طب لو جبت مثلا عبد تمام هيقول لي مش موجود، ده غنية جزء من الاسم. لو جيت قلت له مثلا ايه حسن مش هيقول لي مش موجود، ده غنية جزء من الاسم صح؟ ولذلك انا جاي اعمل له ايه؟ هقول له علامة في المية قبل البحث وعلامة في المية بعد البحث بعد الحتة. يعني انت هتكتب الاسم هيبقى الاسم بتاعك ما بين علامة في المية في الاول وعلامة في المية في الاخر، دي حركة مشهورة جدا في السيرش. يعني ايه؟ علامة المية اللي في الأول دي معناها إن ممكن قبل الكلمة اللي أنا كاتبها كلمة حسن مثلا ممكن يكون في قبليها كلام حرف أو أكتر من حرف أو مش موجود قبليها حاجة، دي معنى علامة المية. يبقى علامة المية معناها ثلاث حاجات، ممكن يكون قبل اللي أنا كاتبه حرف، ممكن يكون قبل اللي أنا كاتبه أكتر من حرف، ممكن يكون قبل اللي أنا كاتبه مفيش حرف اللي أنا كاتبه أول حاجة يعني.
طيب وبعد الكلام حاطط عامل في المية عشان الاسم اللي انا بعته اقول له برضه ممكن بعد الاسم اللي انا كاتبه يكون في حرف، او ممكن يكون بعد الاسم اللي انا كاتبه في اكتر من حرف، او ممكن يكون في الاسم اللي بعد اللي انا كاتبه مفيش ولا حرف، يعني انا كاتب اخر حاجه. دي معنى علامه في المية، ليها ثلاث تشيل ثلاث معاني بالاول، تشيل الثلاث معاني بالايه؟ بالاول. يا في حرف يا في اكتر من حرف، يا مفيش ولا حرف، كل ده ينفع. ده او ده او ده ينفع اجيبه. وبالتالي ممكن يجي لي اكتر من واحد. وبالتالي ممكن يجي لي اكتر من ايه؟ من شخص. لو تطابقوا في الاسماء يعني. عارف ايه؟ انا غيرت بس الحته دي، عملت لايك وزودت علامات في المية بتاعته. دي حته صغيره من نجوم الاسكيول، الاسكيول مليانه مليانه شغل تدرس لوحديها. تمام؟ يمكن انا بعت لكم كورس فيه اس كيو ال بالكامل اللي عايز يغوص في الموضوع بتاع الاس كيو ال كاس كيو ال لوحديها. عمو اتورا لو جيت دلوقتي قلت له حسن، خد بالك انا كنت كاتب محمد حسن وناسي مسافه في الايكوال ما كانش بيجي لي. صح؟ هنا انا قلت ولا مسافه ولا محمد حسن ولا اي حاجه، قلت حسن بس. قال لي في عندي حسن وده بروجكت مانجر على طول مباشر. صح؟ طيب. يبقى احنا كده عندنا ادي بيانين اهم. طيب هل في اي انتوا بس ممكن انتوا الاثنين ما فيش اي حاجه متشابهه خالص كده ليه؟ ماشي. لو قلت ابحث لي عن حرف الايه؟ عبد الجادر بعد الجي في ايه اهي، ومحمد حسن في عندنا كذا ايه، صح؟ يعني حرف الايه موجود في محمد وموجود في عبد القادر، صح؟ فلو جيت قلت له هنا ابحث لي عن حرف الايه؟ معناها كل الناس اللي فيهم حرف الايه. لما جيت بحثت طلع لي محمد حسن وطلع لي عبد القادر لان هما الاثنين فيهم حرف الايه. هما الاثنين فيهم حرف الايه. عملت رن وقلت له سبيس هيجيب لي كل الناس اللي فيها سبيس، طبعا ده كله يعني. صح؟ لان في كده ايه محمد حسن وعبد القادر برده موجودين فيهم سبيس. طبعا اللايك ممكن تديك امكانيات انك تبحث بجزء من الاسم بتاع مش عارف ايه، وقويه جدا في البحث. حبينا بس نبص بصه ونقول يا شباب الموضوع مش بس البايثون هنا في الداتابيز، انت نقلت نفسك في الداتابيز فدخلت في عالم ثاني جديد ممكن تتعلم فيه حاجات كتير جدا خاصه بالاس كيو ال كان اس كيو ال يعني، وهي حركات بسيطه يعني حاجات بسيطه جدا مش صعبه ولا حاجه، لغه بسيطه جدا كل كلمه ليها معنى على طول وكومنتس ما فيهاش بقى ولا لوجيك ولا ليف ولا يعني حتى مش نوصل للديفاين فانكشن والديفاين بروسيجر، لا 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 الدنيا بسيطه خالص، شويه اوامر كل امر بيعمل عمليه وخلاص. تمام؟ اللايت تشتغل مع السترينج فقط يعني ما تشتغلش مع النمبرز. عندك بقى ايه؟ ايكوال وعندك جريتر ذان اللي هي اكبر منه واصغر منه واكبر منه ويساوي اصغر منه، كل الكلام ده موجود وفي بتوين الارقام ما بين كذا وما بين كذا يعني. لو هنعمل لكم واحده بتوين كده على السريع عشان بس الناس اللي هي، وطبعا بتكون بتشتغل في الارقام وبتشتغل مع التواريخ فهي مهمه شويه. هقول جيت امبد باي ايه، احنا قلنا بالسالري مثلا، واقول له سالري ما بين مينيمم سالري ماشي وماكس سالري ما بين يعني رقمين يعني، ده بحث معروف جدا. فانا هنا هقول له وير ان السالري بس يكون بيتوين، الامر هنا في الاسكيول اسمه بيتوين. بيتوين مثلا تقول له بيتوين 1000 اند مثلا 10000 مثلا وخلاص. طبعا تلاحظوا ما كتبتش كلمه 1000 ولا 10000 ما بين سنجل كوتس، يعني دي ارقام والارقام في الداتابيز كده صريحه كده، بس انا فعليا ولا ال 1000 هتبقى ثابته ولا ال 10000 هتبقى ثابته. ال 1000 هيجيبها من الفاريبل اللي اسمه مينيمم سالري، وال 10000 هيجيبها من الماكسيمم سالري وخلاص، احنا ماليش دعوه. وبالتالي هنا هقول له الحته دي هتتغير فهو عامل القوسين بتوعي اللي احنا اتعودنا عليه. والحته دي بتتغير هو عامل برضه القوسين بتوعي دول. يبقى بتوين هيحط لك حاجه هنا ويحط لك حاجه هنا، الحاجه الاولى هنا اللي هي المينيمم ايه؟ اللي تحت اللي هي المينيمم سالري كوما، والثانيه اللي هي الماكس سالري. يبقى هيعمل ايه؟ هيقول لك وير ان السالري بتوين ويحط هنا المينيمم اند
ويحط هنا الماكسيمم، هيكون لك الجمله زي ما احنا عايزين بالظبط، زي ما احنا عايزين بالظبط. حلو جدا. نيجي بقى في الايه، في الكول جيت دي هيبقى عندي بقى مينيمم سيل صح، وهنا اقول له ايه انتر ايه انتر المينيمم سالري وانتر الماكسيمم سالري وخلاص ودوس على ماكس. ولما الاقي هنا ابعت له المينيمم سالري وابعت له الايه الماكسيمم سالري، وبرضه هيجيب لي البيانات وهطبع البيانات، مش هشتغل يعني مش هتعمل بيها خالص، هي بس كده زي ما هي خلاص. انا بس اخدت النوزل مينيمم والماكسيمم وبعتهم للفانكشن، والفانكشن كل تعدل كده هتاخد اثنين بس، هي اللعبه كلها في الاس كيو ال اللي هي بس وير ان السالري بتوين كذا وكذا. لو جينا جربنا ده قلت له مينيمم السالري، احنا كان عندنا لو رجعنا البيانات بتاعتنا كان عندنا كل 27 مات. طيب انا قلت له هات لي مثلا كل الناس اللي ما بين 5000، طبعا المفروض النتيجه ما فيش، طبعا المفروض نغير المسج دي بدل نوت نو بليز ويز ذس اي دي يعني. طيب المفروض لما اجي اقول له 27 هيجي لي كام واحد؟ ما بين 27 يجي لي ثلاثه، بروجكت مانجر وبرودكت مانجر وتيستر كلهم 27 في الرينج. اقول له مينيمم مثلا 20 و 30 قال لي ايه؟ عندك مين؟ عندك محمد حسن 27000، وعندك عبد القادر 27000، وعندك اللي انا ما اديتهوش اسم 27000، وبالتالي جاب لي كل الداتا كل الناس اللي بتوين الايه؟ التو نمبرز. اخر حاجه في الحته دي وخلاص. انا طبعا لو احنا عايزين نجيب كل الامبلييز مش واحد بس، فدي هتبقى جيت امبس، وطبعا مفيش انبوتس، هو خلاص بيجيب كل الموظفين كلهم، والجمله هتبقى سهله جدا، هي سيلكت استرك فروم امبلي وبسكت. يعني ولا في قيمه ولا اي حاجه ولا تغيير، بس كده هات لي كل بيانات الموظفين وخلصت، مش محتاجه مني اي شغل تاني ببساطه دي. وبالتالي هنا لما اقول له كول مش هقول له انبوت اي حاجه خالص، مش هقول له انبوت اي حاجه، هقول له جيت امبس، مش هبعت له اي بارامز خالص، مش اي حاجه خالص، والعرض زي ما هو بس، ودي ابسط شيء يعني. وهنا ايه لو كان في ايرور هو انكريز فاوند مثلا، وكل جيت بس شكرا. لو جيت عملت ران فدي اوتوماتيك بتعرض لي كل الداتا اللي هو الخاصه بالايه؟ الخاصه بالموظفين اللي عندي.